أهلا بكم مشاهدينا في القسم الأخير من هذه الجولة الإخبارية. مطالبات ومظاهرات واحتجاجات لا زالت تخرج إلى الشوارع، ليس أقلها تلك المطالب بعودة التيار الكهربائي إلى ما كان عليه وتحسين الخدمة في ظل هذه الانقطاعات المتعددة التي يتعرض لها الناس في مؤسساتهم وفي بيوتهم. في هناك أيضا بين المؤيد والمعارض تستكمل حملة تمرد جمع توقيعات من المواطنين. هل انحصرت مطالب المصريين بعد الثورة في مجرد توفير الكهرباء؟ وأيضا هذه الدعوات التي لم تنقطع حتى الآن لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. تساؤلات كثيرة، منها إذا كانت الحركة قد نجحت فعلا في جمع أكثر من 2 مليون توقيع، لماذا فتحت الأحزاب السياسية أبوابها لاستقبال توقيعات حركة تمرد؟ أليس من باب أولى النزول إلى الشوارع والتعامل مع المواطنين؟ هذا ما سنبحثه مع ضيفي في الأستوديو الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي، المحلل السياسي ونائب مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا أستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ كريم. أستاذ أحمد، يعني هذا التردد ما بين رفض عملية التظاهر في الميادين والشوارع، وفي الوقت نفسه هناك حملة سياسية تمثلها الآن حركة تمرد في جمع التوقيعات من المواطنين، أين وصلنا الآن في بعد سنتين من الثورة؟ يعني هو ده في إطار تحركه السياسي. يعني المعارضة السياسية في مصر بدأت مع يعني ضد الرئيس محمد مرسي المنتخب، يعني إذا يعني أرخنا أو قلنا تاريخ التعامل مع الرئيس محمد مرسي بأعمال أكثر عنفا، يعني الهجوم على مقر الاتحادية واستخدام المولوتوف. أنا في تقديري أنه هذه المعارضة العنيفة الصاخبة بدأت تتحول إلى أشكال أخرى، يعني أقل عنفا وأكثر ميلا نحو السلمية، اللي هو منها حركة التمرد، وده في حد ذاته مؤشر في تقديري إيجابي لنضج العملية السياسية في مصر. هناك قدر من النضج لدى المشاركين أو المنخرطين في العملية السياسية في مصر خلال الفترة البسيطة من عمر هذا البلد من الناحية السياسية، لأنه يعني السياسة كانت قد ماتت بالفعل في ظل النظام السابق، ما كانش فيه عمل سياسي حقيقي، كانت مسرحيات هزلية مكررة والنخبة يتم التلاعب بها من خلال الحزب الوحيد، الحزب الحاكم هو الحزب الوطني السابق. الآن أصبح المشهد مفتوحا لكل الناس يعني يعملوا داخل العمل السياسي. فالمنظور اللي أنا ببص فيه لحركة التمرد من الناحية الإيجابية، لأن احنا دائما يجب أن ننظر إلى النصف الملآن من الكوب، يعني دائما يعني نحاول أن ننظر إلى الجانب المتفائل من الأمر. فإلى هنا فهي شكل أكثر سلمية وأقل عنفا وصخبا من الهجوم بالمولوتوف وإحراق المنشآت والمؤسسات، جمع توقيعات عمل أكثر سلمية. لكن هذا من ناحية الشكل. ناحية المضمون بقى هو السؤال الأهم، يعني إذا كانت هذا تحرك أكثر سلمية وبيواجهه تحرك آخر من جانب القوى الإسلامية لمواجهة حركة تمرد بحركة أخرى اسمها تجرد. حركة تمرد تتحدث عن جمع 2 مليون توقيع، بينما تتحدث حركة تجرد عن جمع 7 ملايين توقيع. يعني ما بين الاثنين، يعني أنا كمراقب ما أقدرش يعني أجزم بأنه هذا العدد تم جمعه بالفعل وتم توثيقه سواء من تمرد أو من تجرد، لكن يعني المؤشرات التي لدي أنه مثلا جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عندما تعلن أنها تتبنى وتؤيد وتساند حركة التمرد، وأن كل الأحزاب المنضوية تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني ستفتح مقراتها لأعضاء حركة التمرد. طيب هذا ما يدفعني إلى السؤال الآن. كانت الأحزاب السياسية تعرضت لانتقادات شديدة في الأشهر الماضية بعدم الفعالية أو قلة التأثير في الشارع. هل أصبحت حركة التمرد الآن هي قاطرة
المعارضة في مصر، بدليل أن الأحزاب السياسية والجبهات المعارضة اكتفت فقط بفتح أبوابها للحركة وإعلان أنها تؤيد هذه الحركة. صحيح، أنا هستخدم التعبير الجميل اللي حضرتك قلته، قاطرة، بس هذه القاطرة بقوة 5 حصان. إنما القطر السياسي في مصر يعني باستخدام التعبير اللي حضرتك يحتاج إلى قاطرة بقوة 100 حصان لكي تجره. فعلشان بس التشبيه يوصل للمشاهد، لا تستطيع قاطرة يعني قوة محركها 5 أحصنة إنها تجر قطار سياسي كبير. الشاهد واللي أنا عايز أقوله يعني إنه المسألة فيها إذا كانت هي أكثر سلمية ده صحيح، لكنها ليست التعبير السياسي الصحيح في الاتجاه السياسي الصحيح. لماذا؟ لأن المعارضة عندما تريد أن تأخذ مسارا سياسيا صحيحا، أو هذه الأحزاب التي تبنت هذه الحركة التي هي أساسا خروج عن المسار الديمقراطي، استخدام لأساليب غير معترف بها ديمقراطيا، يعني كان من الأولى والأجدر بها أن تحشد أنصارها وأن تدخل الانتخابات وأن تحرم الفصيل السياسي الذي تريد أن تعارضه من الحصول على الأغلبية في البرلمان، وبالتالي تستطيع أن تفرض وجهة نظرها في إطار ديمقراطي صحيح. هنا في قوة ديمقراطية كثيرة في هذا البلد، عندما تدافع عن المسار الديمقراطي يقولون أنك تدافع عن الإخوان المسلمين، لا، أو يقولون أنك تدافع عن محمد مرسي. المصلحة الوطنية المصرية أهم من الإخوان المسلمين، المسار الديمقراطي الصحيح أهم من الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. والذي لا تستطيع حركة تمرد وأنصارها أن يفهموه أنه هذه البلد وضعت على مسار ديمقراطي، وأعتقد أنها ستستمر في هذا المسار الديمقراطي، وأنه من الأفضل للجميع أن يدخل ضمن هذا المسار الديمقراطي وأن نستخدم آليات وأساليب ديمقراطية لمعارضة النظام. نحن ندرك تماما كل الذين يريدون خيرا لهذا الوطن يدركون تماما أن المعارضة السليمة القوية هي دليل صحة للنظام. إذا كنت عايز نظام قوي، نظام جدير بأنه يحكم بشكل قوي، لابد أن تتوفر له معارضة قوية. فعلى المعارضة أن تصحح آلياتها وممارساتها بحيث تدخل في المسار الديمقراطي السليم. هل معنى ذلك أن حركة تمرد بقدر ما يمكن أن تضر بالسلطة الحاكمة أضرت بالأحزاب المعارضة، على أساس أنه لم يكن لهذه الأحزاب كما قلنا تأثير قوي في الشارع، ولذلك هي تمثل أيضا تهديد للأحزاب المعارضة؟ صحيح. شوف يا أستاذ كريم، هم أصلا حركة التمرد دي خرجت من الشباب النقي، شباب ثوري، شباب بيحب البلد ده، شباب ابتكر أساليب عجزت المعارضة عن ابتكارها. يعني اسمح لي ان انا استخدم تعبير انه شيوخ المعارضه، الكبار في السن في المعارضه، الذين مارسوا او النخبه التي مارست العمل السياسي خلال فتره حكم مبارك لا تستطيع ان تتواكب مع افكار جيل قام بهذه الثوره. وبالتالي عندما نشات حركه التمرد ارادت الاحزاب وجبهه الانقاذ وشيوخ المعارضه ان يلحقوا بالقطار قبل ان يفوتوا، فانضموا لها لاحقا محاولين أن يعطوها مزيدا من الدعم أو الزخم. لكن الفكرة مش كده، يعني هو هذا الانضمام كان من الأولى بهم أن يدخلوا الانتخابات البرلمانية، أو أن يشاركوا، أو أن ينخرطوا في حوار. هو عمر المشاركة أو مقاطعة الانتخابات لا يزال أمرا معلقا، لا نعرف إن كانت بالفعل، أو هناك على الأقل تأكيدات أو توقعات من كل المراقبين أن جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى سوف تشارك في الانتخابات القادمة. ما أريد أن أسأل عنه ما أشرت إليه أنت قبل قليل من أن هذه حركة شباب اللي هي حملة تمرد. هل هناك مخاوف من أن عدم تقدير، عدم الاستماع إلى هذه الحملة ربما يعني يحول هؤلاء الشباب إلى تفضيل المسلك العنيف، وبالتالي يمكن أن نعود إلى المربع الأول مرة أخرى؟ لا، هو يعني الحقيقة طبعا في كل الأحوال أنا لا أطالب بأنه لا يكون هناك تعامل مع مطالب الشباب، لابد أن يكون هناك تعامل بشكل من الأشكال. والأفكار المبتكرة من جانب هؤلاء الشباب المعارض يجب أن تواجه بحلول مبتكرة من جانب السلطة ومن الذين بيدهم يعني الحكم والسلطة في هذا البلد.
لابد ان هم يفكروا بطريقتهم مش بالطريقه القديمه التقليديه، لانه التحجر والتخندق حول افكار مسبقه وجامده لن يجدي نفعا في التعامل مع هذا الامر، وسيؤدي زي ما حضرتك قلت بالظبط الى يعني انه انحراف هؤلاء الشباب الى اشكال اكثر عنفا، مع ان احنا قلنا في بدايه كلامنا انه تحولهم من العنف الى اشكال اكثر سلميه ده شيء ايجابي للمسار الديمقراطي لتجربه هذا البلد الديمقراطيه. يبقى اهل السلطه وكل الحريصين على هذا البلد يجب ان يدعموا هذا التحول الى من الشكل الاكثر سلميه ليدخل في مساره الصحيح. ازاي؟ عن طريق الاعلام، وعن طريق انه احنا نرشد اخواتنا الصغيرين دول واولادنا الى انه هناك مسار ديمقراطي نلتزم به جميعا، ومش لازم المكايده السياسيه او انه ابقى خصم سياسي لفصيل وصل للسلطه معناه ان احرق الوطن او ان اتجاوز مصلحه البلاد او اني يعني اقفز على نتائج ديمقراطيه او اطالب باشكال تخرج بنا عن المسار الديمقراطي الصحيح. الاعلام له دور مهم للغايه في هذا الامر، الاعلام له دور الترشيد والشرح وانضاج هذه التجربه اللي احنا كلنا حريصين عليها، وبالتالي لابد ان تضع السلطات الحاكمه يدها مع يد المخلصين في هذا البلد، وبالذات في مجال الثقافه والاعلام والتنوير. خلي بال حضرتك انه شبابنا لسه ما عندهمش تجربه في العمل السياسي كبيره، وللاسف يعني انا كتبت مقال قريب قوي قارنت بيه ما بين ثوره 23 يوليو وثوره 25 يناير. ازاي ثوره، انا بقول عليها ثوره لان انا اعتبرها ثوره، هي نموذج للانقلابات العسكريه. اذا قلت حضرتك ما هو الانقلاب العسكري تستطيع ان تستشهد بما حدث ليله 23 يوليو 1952 وتقول انه ده انقلاب عسكري. كيف كان هذا الانقلاب العسكري تحول الى ثوره شعبيه شامله، ثوره شعبيه بقى حط حضرتك الخطين تحت، ثوره شعبيه شامله غيرت وجه الحياه في مصر في اسباب كتيره. ازاي ثوره شعبيه شامله اللي هي نموذج للثورات الشعبيه في 25 يناير، لو حضرتك قلت يعني ايه ثوره شعبيه شامله هنقول لك شوف اللي حصل في 25 يناير وال18 يوم عشان تعرف يعني ايه الثوره الشعبيه الشامله. بالتاكيد. ازاي هناك البعض الان يطالب بان تتحول هذه الثوره الشعبيه الشامله الى انقلاب عسكري؟ ايه المفارقه التاريخيه اللي في بلد واحد وهو مصر من 52 ل 2011؟ في اسباب كتيره يا استاذ كارم. طيب. انا حطيت من سببين عشان اجاوب على سؤال حضرتك، سببين ابرز الاسباب انه كان في نظام تعليمي جيد بيخرج متعلمين كويسين، كل الناس اللي احنا بنفتخر بيهم في تاريخ مصر دلوقتي تعلموا في الفتره الليبراليه وجه انقلاب عسكري عليهم فحولوه الى ثوره شعبيه شامله. الثوره الشعبيه الشامله دي لما جت على نظام تعليمي تم تجريفه وعشرات مئات الالاف والملايين خرجوا بشهادات علميه ودرجات علميه وبدكتوراه وباشياء اخرى، وللاسف يعني لا يقارنوا اطلاقا بالجيل اللي كان قبل كده، فعلشان كده انا مش مستغرب انه البعض الان يطالب بتحويل هذه الثوره الشعبيه الشامله الى انقلاب عسكري. زائد بقى السبب الثاني والمهم او انقلاب شعبي ليس بالضروره انقلاب شعبي او انقلاب عسكري خروج على المسار الديمقراطي باي شكل، لانه في البدء انه الانقلاب العسكري كان خروج على مسار ديمقراطي تم تحويله الى مسار عام غير وجه الحياه في مصر. طيب. السبب الثاني يا استاذ كارم وهو انه حاله النخبه، النخبه اللي كان اللي جاء عليها انقلاب 23 يوليو كانت تناضل ضد الاستعمار، فطرد المستعمر الاجنبي كان بيخلي الانتماء للوطن عالي جدا، ففي الحاله دي الجيل اللي عاصر ثوره 23 يوليو كان عنده انتماء اكبر بكتير جدا. اهداف التحركين اهداف التحركين كانت مختلفه الى حد طيب. ما بس يعني لو حضرتك شفت حاله النظام التعليمي والنخبه في الوقت ده وقارنتها بالنظام التعليمي والنخبه تماماً. مختلفه تماما، وفي اسباب تانية كتيرة طبعا بس طيب. انا تطرقتش غير للنقطتين دول. طيب كنا نتحدث عن ان احزاب المعارضة ربما وجدت في حملة تمرد ما يهددها في ظل تراجع شعبية هذه الاحزاب وتراجع ثقة الشارع صحيح. فيها. صحيح. هل تعتقد ان هذه الاحزاب اضرت بحملة تمرد؟ الى حد كبير اذا استمر هذا الشكل من الانضمام لهذه الحمله. اعتقد ان الولاد فاهمين قوي، الشباب اللي بداوا حركه التمرد هم رفضوا مثلا انضمام الفريق احمد شفيق اليهم، يعني هم لن يقعوا في خطا وخطيئه جبهه الانقاذ عندما يعني ضمت ثوريين وجوه ثوريه معروفه وضعت يدها في يد الفلول او بقايا النظام السابق
اعتقد انهم واعيين للمنطقه دي وبيشتغلوا بقدر من الوعي استفاده من تجربه جبهه الانقاذ الوطني المعارضه، اللي هم متاكدين انه انخراطهم واندماجهم مع بعض الرموز والشخصيات اللي عليها علامات استفهام من جانب المواطن العادي البسيط ولها ارتباطات بالنظام السابق بشكل او باخر او استفادت من النظام السابق بشكل او باخر سيضر بهم على المدى الطويل. هي فكره مبتكره، فكره تمرد، فكره مبتكره ما تجيش غير من شباب اللي هم ابتكروا الاشكال اللي قامت بيها ثوره 25 يناير. هم بقى عليهم انهم يندجوا تجربتهم دي، وعلى اهل السلطه في نفس الوقت انهم يحترموا هذا التوجه. يعني انا يعني بحكم عملي ومتابعتي للاحزاب السياسيه، انا يعني شايف انه الاحزاب ذات التوجه الاسلامي لسه ما دخلتش في حركه رسميه لمواجهه التمرد. احنا بنتكلم على هم عملوا مؤتمر صحفي الاسبوع اللي فات حركه التمرد وقالوا احنا جمعنا 2 مليون. فبعض الشخصيات من التيار الاسلامي طلعت واعلنت قالت احنا عندنا كمان 7 مليون. فلا انا قادر اتحقق من ال 2 مليون ولا انا قادر اتحقق من ال 7 مليون. طيب حتى لو تحققنا، يعني هناك الان تضاد في التحركات ما بين التيارات الاسلاميه والتيارات الليبراليه او التيارات الشعبيه الاخرى. كيف يمكن أن نستفيد أو نعالج هذا التضارب بين التضاد الشعبي في الشارع وتلك الدعوات وآخرها دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار بين القوى السياسية، وهي دعوة تكررت ولم تجد آذانا مصغية حتى الآن؟ هقول لحضرتك بالنسبة للجزء الأخير من السؤال ده، دعوة الحوار، أنا يعني كراجل مراقب للموضوع ومنخرط فيه، ايدي في الموضوع طول اليوم، حكايه هناك اختلاف في المفاهيم ما بين مؤسسه الرئاسه والحكومه عندما تدعو الحوار وفهم المعارضه لفكره الحوار. بعتقد وده رايي انه الرئيس او مؤسسه الرئاسه لما بتطلب حوار بتعني المفهوم الحرفي لكلمه حوار. حوار زي ايه؟ يعني زي اللي داير بيني وبين حضرتك دلوقتي، ان كل منا بيعرض وجهه نظره يضعها على الطاولة دون أحكام مسبقة ونتناقش دون أن نفرض رأيا على الآخر. هذا هو الحوار بمنتهى البساطة، الناس تقعدوا على ترابيزة قصاد بعض وكل واحد يقول أفكاره ويقول اعتراضاته على الآخر ويقول مطاعينه ضد الآخر، كل شيء موجود على طاولة حوار. أما المعارضة فهي لا تفهم الحوار بهذا المعنى، هي تفهم الحوار على أنه تفاوض. يعني احنا واحنا في سنه اولى في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه علمونا ايه الفرق بين الحوار والتفاوض. التفاوض بقى حضرتك ايه؟ كل واحد عنده اوراق سياسيه، هو انا عندي الشارع وعندي اقدر الاعلام وعندي اقدر اعمل ايه واعمل ايه، كيف استطيع ان ابتز الطرف الاخر في هذا التفاوض لكي احصل على اقصى مكاسب ممكنه. فلا الرئاسه هتقبل مفهوم التفاوض وابتزازه السياسي بهذا الشكل، ولا المعارضه قادره تطور الياتها انها تفهم ماذا تقصد مؤسسه الرئاسه من فكره الحوار. طيب حوار ان طيب الناس تقعد دون احكام مسبقه تطرح كل مناقشاتها، تطرح كل افكارها، في الاخر لما الناس هتتفاهم، لما يحصل ديالوج، هو اسمه حتى بالانجليزي كده ديالوج، حضرتك عشت في بريطانيا وعارف الديالوج يعني ايه، يعني الناس تاخد وتدي في الكلام، ديالوج مش مونولوج، يعني مش واحد يقعد من جانبين من جانبين له طرفين، فاذا لم يتوافر الطرفان طب احنا طيب هذا حدث إيه؟ هذا حدث في الماضي والمعارضه تشكو او ربما بنت هذا الموقف من تجارب سابقه، قالت انه تحاورنا ولكن لم يؤخذ براينا، بينما مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة الدولة لم يكن عندها التبرير الكافي لماذا لم يؤدي هذا الحوار إلى نتيجة إيجابية. طيب أنا مش بدافع طبعا عن مؤسسة الرئاسة وما عنديش أي مصلحة أن أنا أدافع عن مؤسسة الرئاسة، إنما أنا عايز أفهم أنه أو اللي أنا أفهمه يعني أن صانع القرار بيبقى عليه ضغوط، بيبقى عليه ضغوط من اتجاهات مختلفة، ومن يعني اي حد في المعارضه يقعد في مكان صانع القرار هيعرف يعني ايه الضغوط اللي عليه، سياساته اكيد بكل تاكيد. فلما احنا حتى احنا لما بنقعد نتكلم كمراقبين كده ونقول ونعمل، لا اي واحد هيقعد في مكان صانع القرار هيعرف انه ليس مطلق اليد وليس مطلق الصراح، وانه هناك ما يستطيع ان يقوله وهناك ما لا يستطيع ان يقوله ولا يلمح اليه. عشان بس المشاهد يبقى فاهمني لما اسيء تفسير كلمه الطرف الثالث، يعني اللي انا افهمه كمراقب كحد متابع للعمليه السياسيه انه الطرف الثالث ده احيانا يبقى الوزير او المسؤول او رئيس الجمهوريه، يعلم انه جهاز استخبارات اجنبي تدخل في حادثه واقعه من الوقائع مثلا في اي مكان عن طريق بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق عملائه في الداخل، وعنده تقارير استخباريه ما يقدرش اطلع كوزير او كمسؤول اقول انه المخابرات الامريكيه مثلا او الموساد الاسرائيلي كان عنده عملاء تدخلوا في الموضوع ده، انما بيتم الاشاره اليها بتعبير اسمه الطرف الثالث.
بيجي الاعلام بقى بيروح مشوه الفكره دي ويقول لك الطرف الثالث اصله دول الفلول دول مش عارف ايه. لا دول اعوان داخليين. احنا البلد كانت مرتعا ولا تزال فتره طويله لاجهزه استخبارات اجنبيه، وعلينا ان نفهم وعلينا ان نوعي ناسنا ونفهمهم انه في اجهزه استخبارات شغاله في البلد. على سبيل المثال اللي كان كنزهم الاستراتيجي نظام مبارك مش ممكن هيقبلوا بسهوله انه هذا الكنز ينزع منهم مره واحده فيقولوا والله الله ده مصر بقت دوله ديمقراطيه هم عندهم تجربه ديمقراطيه واحنا دول كويسين اطلاقا. هناك من يعمل في هذا البلد لحسابات اجندته الخاصه لمنع استقرار الديمقراطيه والاستقرار الاقتصادي واستقرار نظام الحكم في هذا البلد لاهداف ترجع له هو. والبروم الجميل اللي انت بتقولوه في قناه الجزيره الام وفي كل قنواتكم انه ما فيش مانع ابدا ان كل دوله تعمل لمصالحها، انما المشكله احنا هنعمل ايه عشان نحافظ على مصالحنا. ابناء الوطن ده لازم يعني يفهموا، نحاول نفهم هذه تجربه ديمقراطيه وليده. دورنا مهم جدا ان احنا نوعي ناسنا ونقول لهم ونحافظ على المسار الديمقراطي. احنا يبقى في مسار ديمقراطي اهم من اي شخص واهم من اي جماعه واهم من اي عشيره. طيب يعني نريد ان ننتقل الى مظهر اخر من مظاهر الاحتجاج، هو ما خرج اليوم او سيخرج اليوم من مظاهرات او احتجاجات ضد انقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من المدن والقرى. اذا كان لنا ان نستسيغ ما قيل في السابق عن وصف بعض المظاهرات بانها مظاهرات فئويه في المصانع في المؤسسات، نعم. إنما هذه مظاهرات ربما تكون أقرب إلى وصفها بالشعبية لأنه بتجمع قطاعات مختلفة متأثرة. هل نحن بصدد نوع آخر أو موضوع آخر للتظاهر والاحتجاج ربما يزيد إلى ما نعيشه امورا اكثر تعقيدا؟ شوف حضرتك انا بتفق تماما مع انه التوجه انه الناس تخرج علشان موضوع الكهرباء او انقطاع الكهرباء او دفع الفواتير او غيره، ده شكل ايجابي وعلى صانع القرار انه ياخده بعين الاعتبار وبمنتهى الجديه الفكره الثانيه بقى اللي انا عايز اقولها انه في حكومه، في رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل ومعاه حكومه. الناس دي في تقديري بتشتغل على قد طاقتها وعلى قد الامكانيات والاساليب اللي هي موجوده، ولكن قدرتهم اقصى حاجه بيقدروا يعملوها هي ادنى توقعات الشعب المصري. يعني عارف حضرتك المثل الانجليزي اللي يقول يور بيست از ماي مينيمم، يعني هو البيست بتاعهم افضل حاجه عندهم هي ادنى طموحات الشعب المصري. الشعب المصري بعد الثوره الناس عايزه بلدنا تبقى دوله عظمى، عايزه الخدمات تبقى فيها متوفره بكل الوسائل. نحن نستطيع ذلك، ولكن هذا لا يتحقق بعصا سحريه نضربها على الترابيزه فتبقى بلدنا دوله عظمى. لازم كلنا نشتغل بشكل كويس، نتراس كل واحد في مكانه، في المكان اللي هو بيشتغل فيه مهما كان بسيط، يدي في المكان ده كويس فقط، مش مطلوب منه غير ان هو يعمل كده. وفي اداره بقى، هنا بقى الكلام اللي لازم نقوله، اداره تجمع هذه الجهود، حكومه ودوله، وما تخليش الجهود متبعثره. احنا مشكلتنا في مصر ان احنا شويه حكايه التيم ورك وان احنا نشتغل ضمن فريق دي مساله ايه صعبه شويه، بنميل الى الفرديه. انما احنا بنوعي ناسنا، بنقول لهم مره ثانيه ان كل واحد لو اشتغل في مكانه بس كويس بلدنا خلال فتره وجيزه جدا هتبقى دوله عظمى. خلال احنا بنتكلم عن شهور ما بنتكلمش عن سنوات، هنبقى دوله قويه. هنشتغل في مكانه كويس. الانتقاد الموجه الان الى ان الحكومه نفسها لا تعمل بطريقه كفؤه تلبي احتياجات المواطنين. ده صحيح. ليه؟ لانه يعني فساد ومشاكل خمسه عقود 50-60 سنه فاتت لا تستطيع ان تحلها في سنه او سنتين. الحقيقه انا شايف ان في مشاكل جوهريه جدا الحكومه ما اقدمتش عليها، مشاكل كبيره زي الفساد، مسائل مقاومه الفساد، الخطاب المتهاون مع الفساد يعني بيغري المزيد من الفساد. يعني في فرق، يعني كان الرئيس السابق يقول ايه، ما انا هعمل ايه مع الفساد، ما الفساد موجود في كل الدنيا. ده خطاب ريتوريك. في خطاب تاني بيقول سنجتث الفساد من جذوره وسنضرب بيد من حديد على المفسدين ولن نتسامح مع مفسد. ده خطاب تاني حازم وحاسم وواضح وله رساله واضحه وقويه. هناك اللي كان قبل كده كان بيشجع الفساد، كان بيديله كومبليسنسي، يعني نوع من التساهل، متساهل مع النفس، الرضا عن النفس، الكومبليسنسي ده. انما الخطاب الجديد اللي لازم تاخده الحكومه والاداره هو عدم التساهل مطلقا مع الفساد والضرب بيد من حديد وانفاذ القانون. دي مشكله الفساد على سبيل المثال. يعني مشاكل تانية كبيره جدا
وفي رحم النظام الجهاز الإداري للدولة اللي فيه 6 مليون موظف دلوقتي، ما لم يتم تفعيله مفيش ثورة سياسية زي 25 يناير، ثورة شعبية شاملة هتحقق أهدافها المرجوة في التنمية والنهضة، وهي محلية ما عملتش ثورة في الجهاز الإداري للدولة، لأنه ده القاطرة اللي بتجر. عشان كده حضرتك بتقول لي قاطرة، قاطرة مهما كانت الإرادة السياسية خمسة حصان، القاطرة التقيلة قوي دي مش هيجرها غير قاطرة فيها 100 حصان. طيب ماذا تقول؟ 100 حصان ده يعني ثورة إدارية شاملة. ماذا تقول لإنسان في الشارع؟ والرجل الشارع دائما يقارن فترات في تاريخه، يقارن بين ما كان من خدمات في عهد النظام السابق وأيضا المجلس العسكري والآن. كيف يمكن أن يقبل الشارع من السلطة أو من مؤسسة الرئاسة حديث عن الديمقراطية، حديث عن العمل وهو يطالبه، أو يقطع عنه التيار أحيانا لمدة 7 ساعات في اليوم؟ أنا شايف ما حدش يطالب المواطن البسيط اللي رابط الحزام بقاله 60 سنة أنه هو يستمر في ربط الحزام أكتر من كده. علينا يعني على الحكومة والدولة أن تعمل بأقصى جهد لتوفير على الأقل الحد الأدنى، يعني عدم انقطاع مثلا التيار الكهربائي، ده شيء أولويات. لابد أن يعني المواطن البسيط ما حدش يجرؤ أنه يطالبه بأنه يصبر معنا شوية سنة ولا اتنين. إنما المفروض أنه الحكومة دي اللي جاية تشتغل لهذا المواطن البسيط تشتغل لتوفير على الأقل الحد الأدنى له، وعلى الناس أنها تستوعب أن احنا في مرحلة انتقالية صعبة للغاية، وأنه مش ممكن كلنا نجر العربية من اتجاهات متعددة. بص حضرتك، لو أنت عندك سيارة وإحنا عايزين ندفعها لازم نزقها، يعني لازم كلنا نرجع ورا ونزقها للأمام في اتجاه واحد. إنما لما نبقى كلنا واقفين حوالين العربية دي وكل واحد بيزق في اتجاه، العربية عمرها ما تتحرك من مكانها. دي الرسالة اللي أنا عايز أقولها للمواطن العادي البسيط. طيب هل تعتقد خلينا كلنا نصطف ورا بلدنا اللي هي زي العربية دي وندفعها في اتجاه واحد، الاتجاه الأمام، الأمام فقط، وللأمام فقط، بأن كل واحد يدرك مسؤولياته وأن السلطة الحاكمة تدرك مسؤولياتها قبل المواطن وتعمل على تحسين حياة هذا المواطن البسيط. السؤال الأخير، هل تعتقد أن هذه المظاهرات إذا جاز لنا أن نسميها مظاهرات التيار الكهربائي، هل تعتقد أنها يمكن أن تتطور إلى ما هو أكبر، خاصة وأن الانقطاع، انقطاع التيار الكهربائي يؤثر حتى على إمداد البيوت بالمياه؟ نعم. وأيضا على مصالح الناس في محلاتهم وورشهم ومصانعهم. ما لم يتم تحرك سريع وفعال وجاد للتعامل مع مسألة أزمة الكهرباء، الحقيقة يعني أنا أتفق أنها ممكن تتطور إلى أشكال أكثر يعني ميلا للتأثير على الحكومة بشكل أكبر من التأثير اللي موجود. على الحكومة أنها تستوعب وتقوم بتطويق هذه الأزمة سريعا بتوفير، وأنا في الجرائد النهاردة يعني مكتوب أنه خلال يومين، وأنه في شحنة غاز من قطر يعني هيتم بها تقريبا التعامل مع الاحتياجات العاجلة في هذه الأزمة، لأنه ما نقدرش نخلي الناس تبقى عايشة طول الوقت عندها مشاكل بهذا الشكل، لأنه أنت تسمح للآخرين بأن بتديهم ذريعة وبتديهم فرصة ومبرر أنهم ينقضوا سياساتك ويتعاملوا معاك بأشكال تثير غضبك وتعطلك عن الهدف الأساسي. التعطيل، تعطيل هذه الإدارة، خليني أسميها كده، مش الحكومة ولا الرئيس.